أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، خلال المحاضرة دخل أحد الأخوة اللي لعله اسمه كان الجعفري، بس لا أدري إن كان هو الأخ حسن الجعفري أو غيره، ما أعرف حقيقة، يعني لأن كنت أعرف شخص بهذا الاسم، يعني قد يكون هو، نعم قد يكون هو. وسأل سؤال، السؤال يقول بأن بعض الأخوة يقولون بأن السيد الحيدري في كتبه بعد الانتهاء من الكتاب الذي يؤلفه كان يذكر المصادر، وهذا يعني بأنه يذكر المصادر التي أخذ منها المطالب التي ذكرها في كتابه. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الاعتراض صحيح؟ الجواب بشكل واضح، هذا الاعتراض غير صحيح بالمرة. لماذا؟ الأمر الأول، إذا ألف الإنسان كتابا، واستفاد في تأليفه للكتاب من مصادر متعددة، عدة مصادر، طيب في تعامله مع هذه المصادر، ماذا عليه أن يصنع؟ عليه أن يقول مثلاً، إذا استعمل كلمة أخذها من مكان، مطلبا علميا أخذه من مكان، إذا استعمل عليه أن يذكر ذلك في الكتاب، يذكر أن هذا المطلب أخذه من الكتاب الفلاني. طيب، إذا كان الإنسان قد ألف كتابا وفي نهاية الكتاب ذكر المصادر التي استعملها، يقول هذه المصادر التي استعملتها، هل هذا يكفي؟ الجواب لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأنه قانون تأليف الكتب يتعامل مع المصادر في مكانين مختلفين. المكان الأول هو محل استعمال المصدر، يعني المكان الذي أخذت فيه من المصدر معلومة، هذا المكان الأول. هذا متى؟ في كل مكان يذكر فيه، يأخذ فيه من المصدر معلومة، يجب أن يذكر المصدر في الهامش. هل هذا الذكر مستحب أو واجب؟ لا، واجب حسب منهج البحث العلمي، واجب، لا يمكن التخلي عنه. طيب، المكان الثاني الذي يجب أن يذكر فيه المصدر ما هو؟
هو آخر الكتاب بعد أن ينتهي الإنسان من كتابة الكتاب ماذا يقول؟ يقول فهرس المصادر، كما يقول فهرس الآيات، فهرس الروايات، فهرس الأقوال، فهرس الشخصيات، فهرس الأماكن، فهرس المصطلحات وهكذا. طيب، إذا الإنسان ما ذكر الفهرس بنهاية الكتاب هل يعد ذلك عيبا؟ نعم يعد عيبا، ولكنه يعتبر تقصيرا من الناحية الفنية، خصوصا إذا كان قد ذكر المصادر في الكتاب بشكل دقيق، فيقول هذه شكلية. لماذا؟ لأن أي إنسان يريد أن يعرف المصادر التي استخدمتها في هذا الكتاب عليه أن يرجع إلى نفس الكتاب، محتوى الكتاب، ماذا سيجد؟ سيجد كل المصادر التي استخدمتها. إذن إذا الإنسان ألف كتابا وذكر في أثناء الكتاب، في أثناء البحث، كل المصادر التي استعملها بشكل صحيح، ما هو الشكل الصحيح؟ أن يذكر المصدر والمؤلف ومكان الطبع، لأنه هذا مهم جدا، قد تختلف من طبعة إلى طبعة. إذا ذكرها بشكل دقيق ولم يذكر المصادر في آخر الكتاب، هذا لن يضر كثيرا في التأليف، لن يضر كثيرا. نعم هو من الناحية الشكلية غير تام، لأن المفروض يذكر المصادر حتى الإنسان يعرف أن هذه المصادر استعملت. طيب لو عكسنا القضية، لو الإنسان أثناء البحث ما ذكر المصادر ثم ذكرها في آخر البحث، هل هذا يكفي؟ الجواب لا يكفي. بس قد يقول قائل هو صحيح في البحث ما ذكر المصادر، ولكنه بعد أن انتهى ذكرها، والمطلوب هو الذكر. الجواب عن ذلك بشكل واضح وصريح، ذكر المصادر في الفهرست لا يغني عن ذكرها في الكتاب أبدا أبدا. لماذا لا يكفي؟ لأنني أنا القارئ الذي أقرأ كتابا لك أيها المؤلف، أيها الكاتب، أنا أريد أن أعرف مثلا أنت استعملت كتاب الميزان، أو استعملت كتاب الأربعون حديثا، أو استعملت كتاب بحار الأنوار، أو استعملت كتاب أصول الكافي، ما هو الذي ما هو الذي يحدد حجم المعلومات التي أخذتها من هذه الكتب؟ ما هو الذي يحدد؟ من الذي يحدد ذلك؟ الهامش. أنت عندما تذكر تقول مثلا أخذت من كتابي الميزان، لن يقال لك هذا كافي، لا، يجب عليك أن تضع المقطع أو المصدر أو عفوا المقطع الذي أخذته من كتاب الميزان بين قوسين إذا كان أقل من 6 أسطر، أو تضعه في خط خاص به إذا كان أكثر من ذلك، وتفصل بين ما قبله وما بعده إذا كان ماذا؟ إذا كان أكثر من ذلك، وتضعه ماذا؟ وتضعه بخط مختلف عن خط الذي يكتب فيه البحث، لأني أنا القارئ، كيف أعرف أنت أخذت من كتاب الميزان سطرا أو سطرين، صفحة أو صفحتين،
معلومة أو معلومتين وهكذا. لهذا وضع هذا القانون، قانون البحث العلمي، حتى يقطع الطريق على الذين يتعاملون مع جهود الناس، جهود الآخرين، وكأنها ماذا؟ وكأنها جهودهم، فيتعاملون مع أفكار الناس على أنها أفكارهم، وكأنهم ورثوها من آبائهم. هذا المقدار يحدده من؟ يحدده من؟ يحدده الهامش عليكم السلام ورحمة الله، يحدده الهامش. فإذا ذكر الإنسان في الهامش المصدر، وقبل ذلك حدد مقدار النص المنقول المعبر عنه بالاقتباس الحرفي، في مثل هذه الحالة ماذا سيحصل؟ سيحصل العلم للقارئ بأنك أخذت المقدار المحدد الموضوع بين قوسين، أو الموضوع بخط مختلف عن خط البحث الأصلي، وماذا؟ وأشرت إلى ذلك في هامش الصفحة أو في الهامش الثاني حسب ما ينتهي الكلام. إذن هذا الكلام ينطبق على السيد الحيدري؟ هل السيد الحيدري ذكر كل المصادر التي استعملها في كتبه التي أشرت إليها، اللي هو كتاب التوبة، كتاب العرش والكرسي؟ هل ذكر السيد الحيدري كل المصادر التي استعملها في كتاب التوبة وفي كتاب العرش والكرسي في القرآن الكريم؟ الجواب بشكل قاطع وصريح: كلا كلا كلا. طيب، لماذا كلا كلا كلا؟ نقول لماذا كلا كلا كلا؟ لأنه في كتاب العرش والكرسي أساسا حتى مصادر ما ذكر فيها آخر الكتاب، ما ذكر مصادر، ذكر في بعض الموارد بعض المصادر. يعني مثلا، خليني أقول لك مثلا، في كتاب العرش والكرسي، السيد الحيدري في كتاب العرش والكرسي استعمل بعض المصادر عشرات المرات، يعني كلمة جد كبيرة، عشرات المرات، وما أشار لها ولا مرة واحدة. يعني شوف، إنسان يستعمل مصدر عشرات المرات ولا يذكره أصلا، ولا كأنه استفاد منه. هل هذا التصرف طبيعي؟ كلا. فالأخ الجعفري الذي سأل هذا السؤال، يا أخي يا عزيزي، بس ما أعرف إذا كنت أعرفك سابقا أو لا، لعلي أعرفك سابقا، لعلي. السيد الحيدري لا التزم بذكر المصادر في آخر الكتاب أبدا، ولا التزم بذكر المصادر داخل الكتاب أبدا، بل لديه 6 كتب أو 3 كتب على أقل تقدير، اللي شفت آني أساسا لا توجد مصادر في آخر الكتاب، لا توجد أصلا، لا يوجد فهرس هذا الكتاب. خلني أعطيك اسمه، شوف، كتاب العرش والكرسي في القرآن الكريم، هذا العرش والكرسي في القرآن الكريم، هذا بيدي،
صفحة، كم صفحة العرش والكرسي؟ نعم 102 صفحة، 102 صفحة العرش والكرسي. هل يوجد فهرس مصادر؟ أبدا، ولا ذكر لأي فهرس. طيب، كتاب القضاء والقدر وإشكالية تعطيل الفعل الإلهي، القضاء والقدر وإشكالية تعطيل الفعل الإلهي، هذا الكتاب. مئة وثمانية وستين صفحة، 168 صفحة بدون فهرس مصادر. كتاب الآخر مراتب العلم الإلهي، 104 صفحة من دون مصادر. واضح؟ فيا عزيزي أيها الجعفري الذي ذكرت هذا السؤال، هذا السؤال ذكرته، أقول لك أولاً السيد الحيدري لم يلتزم بذكر المصادر في آخر الكتاب أبدا. تقول بعض الكتب مذكورة بها المصادر، أقول لك نعم بعض الكتب مذكور، لكن بعض الكتب غير مذكورة. تقول زين، أنت تقول لم يلتزم، أنا أقول لك لم يلتزم. لماذا لم يلتزم؟ ما هو السبب؟ أقول السيد الحيدري لم يلتزم بفهرس المصادر. مثلا السيد الحيدري في كتاب التوبة، في كتاب التوبة ذكر كم مصدر؟ خلينا أذكر لكم إياه. في كتاب التوبة الذي هو كتاب من مئة واثنين وثلاثين صفحة. طيب 132 صفحة كتاب التوبة، السيد الحيدري ذكر في آخر الكتاب فهرس المصادر. كم فهرس ذكر؟ كم كتاب عفوا ذكر؟ ذكر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مصدر. طيب، هل السيد الحيدري استعمل 15 مصدر فقط؟ الجواب كلا. السيد الحيدري في هذا الكتاب استعمل 20 مصدرا وذكر 15 فقط. قد يقول قائل يا ريت تسجل هذا المقطع عزيزي محمد رضا. قد يقول قائل إذا كان ما ذكره في فهرس المصادر فقد يكون ذكره في داخل البحث. الجواب كل مصدر لم يذكره الحيدري، خذوها مني قاعدة، كل مصدر لم يذكره الحيدري في فهرس مصادر كتاب التوبة لم يذكره في داخل البحث. كل مصدر ما ذكره في فهرس المصادر لم يذكره في داخل البحث. واضحة؟ طبعا البعض قد يقول أنه أنه إحنا كأنه نحسك أنت مستأنس بهذه القضية. في الحقيقة مو استئناس، ولكن توجد في بعض الروايات أنه على الإنسان المؤمن أن يكون عارفا بزمانه،
يعني يكون واعي، واعي في زمانه. احنا من خلال التعامل مع بعض الناس احيانا نصدم بوجود انسان يتخلى عن اقدس ما خلق الله له وهو العقل، ولا يريد استعماله، كأنه يعني أنا أقول له يعني لا تستعمل عقلك، يعني لما أقول له استعمل عقلك يعني كأنه أقول لا تستعمل عقلك. هذه واحدة. الشيء الثاني، الشاعر العربي ماذا يقول؟ الشاعر العربي ماذا يقول؟ يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة درست أتاح لها لسان حسودي. يعني البعض من عندنا، وأنا منهم لعله أيضا، يعني لعل البعض يعتقد أنه هذا يعني عندي موجود بشكل واضح، البعض من الناس أساسا ما يميل لقضية الدعاية وما شاكل ذلك. ولذلك الآن لعله تشوفون هاي الصورة اللي خليتها، ترى هذه كلها يوجد شباب، الله أنا ما أعرف حتى أسمائهم، بعضهم عرفت أسمائهم الآن، يمكن بس أعرف اسمه ما أعرف اسمه الكامل، يقولون شيخنا شنو لا صورتك صورة واحد محاور، لا مخلي لك خلفيات، لا مصور لك صورة، لا مدري شنو. ليش شيخنا؟ قلت له يعني شلون شنو نسوي؟ قال سوي صمم. قلت له عزيزي أنا ما أسوي هاي السوالف، لأنه أنا ما أعرف لها أصلاً، ما أعرف لها، لو أعرف أصمم كان صممت. بعدين ليش أصمم؟ أنا جاي أطرح الشيء اللي عندي وهذا ما يحتاج. قال لا، الناس تحب أن نشوف صورة مصممة وهكذا. تعامل معي بعض الأخوة، دزولي بعض البوسترات، قالوا إحنا نسوي لك بهالشكل. والله أكو أحد الشباب قال لي أسوي لك محاضراتك كلها ترجمة، يعني طلع لك المقطع مع كلامك. حقيقة أنا ما رفضت، أحكي لك إياها ما رفضت، لكن قلت له يا عزيزي هذا المقدار أنا ما يعجبني إلا بحالة واحدة. أولا وهذا أساسي أن يكون مجانا، لأن أنا ما أدفع على مود هيك قضية. وثانيا أن تكون الترجمة يعني شلون إحنا نقول الدبلجة تكون دقيقة، يعني أنا لما أقول كلام كون أنت تعرف شلون تنزله، مو أقول كلام وينزل كلام آخر. فقال إحنا راح نودي لك نموذج وأنت شوف النموذج، عجبك إحنا ناس متطوعين. طبعا هم أعتقد قالوا لي إنهم جماعة بالحشد أو ما شاكل، يعني يشتغلون قضايا العسكريات كذا، فقالوا إحنا عدنا نشتغل بهيك عمل إعلامي، فنحب نسوي لك خدمة، أنت شوفك إنسان يعني تستحق. ودالي نموذج، قلت له يا عزيزي لا تتعب روحك لأن هذا ما يفيدني. ليش؟ لأنه بعد شفت بي أخطاء ما شابه. زين، فإحنا أحيانا جاي ندور على فد شيء، إحنا جاي نبحث عن غرض. هذا الغرض الذي نبحث عنه من الذي يحدد مشروعيته؟ من الذي يحدد مشروعيته؟ اللي يحدد مشروعيته هو مطابقته لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذا ما كان مطابق فهو غير مشروع، إذا كان مطابق فهو مشروع. طيب، هل نحن كما يقال بمقتضى هذه العمر، يعني بمقتضى هذه السنوات الطويلة التي قضيناها في الحوزة، ممكن يعني يجي واحد مثلا عمره 15 سنة مثلا يقول لك مثلا أنت ما تفهم، تعال نخلي أعلمه كذا. وأنا سيلة هسه، قال يكون عمره 15 سنة ودارس أفضل مني، ماكو مشكلة. لما نسيلة أنت تعرف دارس، يقول لا أنا محاور. زين يا حبيبي يا المحاور أنت شنو قاري؟ يقول قاري كتب كثيرة. لما يعدد لي الكتب القاريها ما تصير 3-4 كتب. زين، هاي 3-4 كتب
يعني شو اقول لك؟ هذه ثلاث اربع كتب انا قاريها بالطريق، يجوز بسفره من سفراتي. زين. يعني ويريد يقول لك ترى انت غلطان. في البداية لعله لاحظت أن القضية لعلها تستحق الكلام حتى الإنسان ينبه غيره فيكلمه. بعد ذلك توضح لي بشكل قطعي أن القضية أساسا ما تستحق، وأنه الإنسان عليه أن يعمل من دون ماذا؟ من دون أن ينظر إلى هذه القضايا، لأن الإنسان إذا عمل لابد أن يوجه نظره إلى جهة، أما أن يعمل لكل الجهات هذا مو مقام، يعني هذا مو معقول ولا عملي. فالقضية صارت بهذا التوجه، ولذلك نحن نقول لكل الأشخاص الذين يقولون بأن السيد الحيدري كان يذكر المصادر التي يستعملها في الكتاب في آخر الكتاب بأنكم متوهمون، بأنكم واهمون. السيد الحيدري حتى عندما كان يذكر فهرس المصادر ما كان يذكر المصادر جميعاً، وكان يستعمل بعض المصادر من دون أن يشير إليها لا من قريب ولا من بعيد، لا يذكرها بالنص ولا يذكر مؤلفها، وكأنه لم يستعملها. واضح؟ لا عزيزي، أبو محمد المنصوري عزيزي، أولا التحدي للسيد الحيدري وليس لهذا العزاوي، هو ليس الإمامي، هو اسمه أحمد العزاوي، أحمد كاظم موسى العزاوي. وأنا أعرفك اللي زين، ما يحتاج. والرجل عليه قضايا الآن في القضاء، والقضايا اللي علي قضايا مخجلة، لأن واحد من عتن هو المحتوى الهابط. تعرف يعني شنو محتوى هابط؟ يعني نفس القضايا التي حوكم عليها أو كان من المقرر أن يحاكم عليها الشريفي وبعض الفنانات اللي قاموا يتبشبشن حتى على مود لحد يحكمه، وأم فلان وأم علان دن اللي طلعن وخربطن بالوضع العام مال البلد. هذه القضية اللي أقيمت عليه دعوة بسببها. وطبعا من المضحك أنه سمعت يعني، ودخل قبل شوية واحد يقول بأنه أنا اللي أقمت الدعوة. وليش أقيم الدعوة أنا ليش أقيم الدعوة أصلا؟ شنو علاقتي؟ لأن الدعوة طبعا أقيمت بالنجف، فهو يتوقع أنه أنا أقمت. لا عزيزي، أنا أساسا ما عندي شيء حتى أقيم الدعوة أو أقيم دعوة على شخص. أساساً هو أحمد العزاوي أساساً ما ذكرني بالاسم، حتى لما كان يرد على سماحة الشيخ الساعدي ما كان يسميني. هسه كان ربما يتكلم عني بطريقة غير مؤدبة أحياناً، وشفت أنا بصفحة الردود مالته كان يتعبر يقول لي أنت أبو الحشائش وما أعرف شلون وخذ راحتك وقعد ابني من الحكي هذا. وأنا أعرف أنه هذا الحساب مالته، لأنه حتى نفس صاحب الحساب قال إن شاء الله ميجي الشيخ يرد. زين؟ المهم ما ذكرني بالاسم، وحتى لو ذكرني بالاسم يعني خب ما معقولة يذكرني بالاسم أنا روح أقيم علي دعوة. بعدين هاي الدعوة مو يمي، هاي الدعوة أصلا يعني هي العلاقة بال يعني شو نحن نقول بالذوق العام، يعني أنا شنو علاقتي أساسا بيها وما لي علاقة به، يعني ما أحتاج أنفي أساسا، لأنه بالنتيجة اليوم هو ذاكر قال لهم هو الدعوة بالنجف، في هذا الشيخ بن نجف هو اللي أقام الدعوة. منو قصدك أنا يعني الشيخ بن نجف؟ بعدين قال له شنو قصدك يعني هذا الشيخ؟ قال لا،
قالهم لا، قالوا لي هو الشيخ قائم الدعوة. قالوا لك خب ذا، قالوا لك بعد انت خب قول يا بابا. قالوا لي زين، لان يعرف كل زين انا ما لي علاقة بهاي القضايا. اما لماذا طلع اسمه وانه هو عزاوي؟ فهذا لانه اساسا القضية مالته صارت بالمحاكم وعليه 3 قضايا، مو قضية واحدة، وقضية اخرى على اخوه، قضية تهديد. اخوه ارسل رسالة تهديد لشخص وتم استخراج رقم تليفونه، اسمه محمد فوزي كاظم العزاوي، وألقي القبض عليه، ألقي القبض عليه، زين، ألقي القبض عليه. أخوه ألقي القبض عليه في بغداد، والدعوة كانت في بغداد، والعزاوي أحمد العزاوي أقيمت الدعوة عليه، دعوة المحتوى الهابط سمعت بأنها هنا في النجف، في الأمن الوطني مال النجف. اليوم واحد يقول لي الشيخ حسين الساعدي ما تعرض إلى محاولة اغتيال. قلت له يا عزيز، هو نفسه أحمد العزاوي كاتب بيان يقول أنا ما لي علاقة وإن شاء الله الشيخ ما بيشي، هو كاتب يعني حتى صاحبك كاتبه، يقول لي أنه السيارة اللي أنتوا ناشرين صورتها هاي مو سيارة الشيخ، هي السيارة ثبتت الخبر له الأمن الوطني، تعال هنا للنجف وشوف الأمن الوطني وسألهم عمي أكو عندكم دعوة مسجلة محاولة اغتيال معمم اسمه فلان، ويقولوا لك موجوده لو ما موجوده. بعدين احنا لما ذكرنا الحادثه احنا ما اتهمنا احد. انا واحد ما اتهمت احد، والبث مالتي موجود وحتى نشرته، ما اتهمنا احد. قلنا يا ترى هذه القضيه حصلت داخل منطقه شيعيه وهي النجف، وانت بطريق خروج. المعمم الشيخ حسين الساعدي المشرف العام على مدارس الإمام الكاظم، اللي هو واحد من طلاب السيد الروحاني، معروف، رجل معروف، معروف عنده مؤلفات. على كل حال، فهذه القضية. الأخ العزيز اللي ذكر هذا السؤال، اللي هو قوله بأنه يوجد أشخاص يذكرون، لا 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 عزيزي، احنا ما ندري هاي القضية حصلت بعد إطلاق سراح الإمامي العزاوي، ما يقول الإمام العبا، يقول الإمام أصلاً بعد إطلاق صراحة. طبعاً طلع إطلاق صراحة، مو إطلاق صراحة، طلع بكفالة، دفع 3 ملايين وطلع. صارت الحادثة مال اغتيال الشيخ بعد خروج أحمد العزاوي بيوم واحد، في صباح اليوم الثاني حصلت الحادثة. واضح؟ ما قلنا العزاوي أحمد العزاوي هو الذي قام بهذه، لا ما قلنا، وإنما قلنا أنه هاي منطقة شيعية، المفروض ما يحصل هيك أمر على شخص، يعني هذا مهم. يعني وين يلحق إذا هو يسوي العملية بنفسه؟ إحنا قلنا هو سوى العملية بنفسه، إحنا لا اتهمنا ولا اتهمنا شخص له علاقة به، ولكن قلنا لأنه العملية صارت في منطقة شيعية، معناتها أكو ناس شيعة وصل بهم الحال إلى أنه يحاولون يقتلهم واحد عالم. هذا القصد، وهذه هي الكبيرة. لو صاير الحادثة في بغداد، واحد يقدر يقول بغداد بيها كل شو كلاش، ولكن هاي صارت بالنجف، بطريق خروجه من النجف إلى جهة الحلة. يعني كان توا طالع من الكوفة، وحتى الدعوة، لا عزيزي، الطريق العام، هذا طريق السيارات، بعد أكو كاميرات، وين الطريق العام طالع البغداد أبي كاميرات؟ بعدين منها مناطق زراعية، وين اكو كاميرات فيها؟ مناطق اللي بعد الكوفة مناطق زراعية. على كل حال، هذا هو الموجود. الأخ العزيز الجعفري، أعتقد ما أدري الجواب وصلك أو ما وصلك، أنا إذا عرفت الحساب مالتك أنا ممكن أدز لك الجواب يعني. وإذا تم تسجيل هذا من قبل الأخ العزيز محمد رضا، أنزله وأبين هذا المقدار، لأنه حتى ينزل وحده حتى ينفصل عن المحاضرة التربوية اللي تقدم الكلام فيها. أما الأخ أبو محمد المنصوري يقول يقول هذا البث ما بي حضور كثير. يا عزيزي، بعد هو الحضور رغبة الإنسان، الإنسان اللي يرغب في التعامل
يعني والاستفادة من هذا البث، خب يقدر. الشخص اللي يشوف انه هذا البث ما بيه اي فائدة هو حر. انا انسان اطرح ما عندي، ما ادري انت لحقت او ما لحقت على الـ على الـ على المحاضرة. محاضرتنا اليوم كانت شروط نجاح التربية، وهي محاضرة يومية نلقيها في موضوع من مواضيع التربية. الانسان اللي يريد يسمع بهذا المجال يتفضل يسمع، اللي ما يريد يسمع هو حر، لان هاي محاضرة حسب الاهتمام. وهاي المحاضرة انا ما القيها هنا، وتنتهي، لا 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 لا، انا اسجلها وانزلها في الفيس، وانزلها وين؟ على قناتي على اليوتيوب. واذا كان المقدار اقل من 10 دقائق انزلها ايضا على التيك توك. وفي الصباح عندي درس في المنطق، يعني درس حوزوي في المنطق، ولكن درس مبسط كما ذكر الاخ العزيز هذا محمد رضا، هذا المشرف المتطوع، جزاه الله خير الجزاء. اذا اكو شخص عنده سؤال يتفضل، ان شاء الله نجاوبه، لانه الكهرباء موجودة. تعرفون احنا مرات الكهرباء تمنعنا حتى من البث، لان انا ساكن في منطقة الكهرباء بها مو شيء مو زينة. يعني والاخ العزيز ابو محمد المنصوري، طبعا البني منصور طبعا نسابتنا، يعني انا اخوي الكبير ماخذ من بني منصور، وعندي اصدقاء كثيرين، يعني حتى شيخ عباس المنصوري هذا صديقي. هذا الحساب ما كان بهالشكل، هذا الحساب احتياط، كل حسابي اليوم تم ايقافه، ولذلك تحولت الى هذا الحساب. الحساب اللي تم ايقافه عدد المتابعين كان بي اعتقد 12300، وهذا حساب طبعا تعرف انت حساب المتابعين مالته، ما ادري 1500 1600. احد الاخوه تطوع بالتخلي عن حسابه حتى انا استخدمه، والحمد لله رب العالمين. شنو الصرف؟ عفوا محمد رضا، عفوا عزيزي، شنو الصرف؟ يعني قصدك علم الصرف؟ نعم نعم، علم الصرف علم شلون تشتق الكلمة، شلون تشتق الكلمة، هل تشتق الكلمة من الفعل أو من المصدر؟ علم، علم يدرس، وعلم مهم حقيقة. شلون الكلمة تشتق، يعني أنت شلون تشتق كلمة، وتوجد هناك أوزان، ومن الأوزان الإنسان يتعلم كيف يشتق الكلمات من المفرد، المفرد اللي يكون عنده. وطبعا هذا يخلي الانسان يعرف شلون يقرا، اذا تعلم يعرف شلون يقرا. نعم، هو من علم النحو، هو من علم النحو. في الكتب القديمه ما يميزون بين الصرف والنحو، لكن بالفتره الاخيره لا، قاموا يصرف يميزون بيناتهم، فصاروا سووا علم الصرف واحد وعلم النحو. ولكن انت من تقرا في بعض الكتب النحويه القديمه تلقى مثلا اكو خانه خاصه يتعرضون بها للمباحث الصرفيه، فيدرس مع النحو سوية، مثلا بقطر الندى لعله بالأخير. نعم، أكو كتب عن الصرف وأكو كتب عن النحو، أكو يسمون الصرف دروس في الصرف، وأكو كتاب اسمه شذى العرف في فن الصرف، وأكو كتاب اسمه شو اسمه، والله أنا احنا قريناه سابقا، يعني مو شذى العرف، يعني الصرف الواضح، أكو الصرف الواضح أيضا، الصرف الواضح، واكو كتاب اسمه مختصر الصرف للشيخ عبد الهادي الفضلي، مختصر الصرف. الانسان يحتاجه، يعني قبل ان يدخل بالدروس الصعبه يحتاج يتعلم هذه الطريقه حتى يعرف شلون ينطق الكلمات، لان هاي يعني حسب الكتب، تقدر تبدا بكتاب بسيط وبعدين تتطور شويه شويه لحد ما تدخل في كتب شويه نقول عنها كتب معقده. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا الله يا ارحم الراحمين. القضية الأخرى اللي أنا أحب أقولها قبل لا ننتهي من البث، خطر في بالي فكرة أنه علينا المشرف، احنا حتى ما عندنا عدد حضور كثير يا عزيزي، يعني ما عندنا عدد حضور كثير حتى واحد يصير مشرف عليه، يعني يصير مشرف على شنو؟ احنا 5 نفرات، من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني. هاي مو رواية، هاي يمكن كلمات من كلمات الحلاج، أعتقد من كلمات الحلاج هذه، من طلبني وجدني ومن وجدني فعرفني، أعتقدها من كلمات الحلاج وليست رواية. نعم الحلاج، نعم كلمات الحلاج. يا أحسنت عجيب عجيب. نعم الإمارة ولو على الحجارة. نعم يا الله يا أرحم الراحمين. خليني أذكر لكم هاي القضية قبل أن ننهي البث. صار في بالي أنه الكتب اللي أراجعها وأجد فيها مشاكل في قضية نقل المعلومات راح أحولها إلى كتب، يعني كتاب حول كتاب التوبة، كتاب حول كتاب العرش والكرسي، كتاب حول كتاب اللباب، وهكذا إن شاء الله، وراح أنشرها. زين طبعا المشكلة أنه نعم عندي حساب بتويتر. مورينو ايه سعر شنو؟ الكتب خل تصدر. ممكن اوزعها كذا، هي ممكن تكون كتب صغيره، لان هي بعد احصائيات فتكون صغيره، ممكن تكون سهله يعني. نعم اعتقد، ما ادري هسه والله، ما نشوف نعم ماكو شيء. رونالدو هذا شنو النوبة؟ نعم مكتوب جميل البزوني، واليوزر نيم جعفر البزوني، صورتي طبعا واحدة من صوري اللي كنت بها شارك بمؤتمر في جامعة الإمام المهدي، صورتي بالمؤتمر هي كانت موجودة بالصفحة. هاي روايتش عزيزي، هاي رواية شنو؟ رواية يقول الإمام علي كان عنده علاقة اجتماعية في زمن الإمام علي، يقولون علاقة اجتماعية، واضح رواية كلاوات. لو يقولون عنده زكام، العرب كانوا يقولون عنده زكام. عزيزي جميل البزوني، اليوزر نيم مالته جعفر البزوني، خلي اكتب لك اياه.
جعفر البزوني. عصر التنوير هو العصر اللي صارت أوروبا شلون تنعزل عن سلطة الكنيسة وتتجه باتجاه القضايا العلمية والتطور العلمي اللي حصل في مرحلة ما بعد القرون الوسطى، يسمونه عصر التنوير، اللي هو يعني العصر اللي استطاع العلم أن يفسر كثير من الظواهر العلمية، وحاول يعني أن يفصل بين التفسيرات الدينية والتفسيرات العلمية، يريد يحصل بديل يعني عنها حتى تكون هي بديلة عن هاي التعريفات أو عفوا التفسيرات العلمية، لأن البعض كان يعتقد أن الكنيسة مسيطرة على عقول الناس ببعض التفسيرات، ولا بد هاي التفسيرات يعني يكون لها بديل علمي. أحسنت، حياكم الله. اي نعم ال 1800 اكثر، اي الحدود نعم 600 لعله. ارجو المعذره منكم، انتهى الوقت، جزاكم الله خير.